نسخة مخففة من انستغرام وتطبيق لمتابعة أحداث كأس العالم أولاً بأول. إليكم اليوم 5 تطبيقات مميزة لشهر يوليو. أهلاً في أبتكار. تأتيكم هذه الحلقة برعاية مشروع مليونير العرب. ساهم، شارك واربح العديد من الجوائز النقدية. لمعرفة المزيد اتبع الرابط الموجود في وصف الفيديو. البداية مع IGTV، تطبيق جديد لإنستغرام ومنافس لليوتيوب، فمن خلاله يمكنك إنشاء قناة خاصة بك ورفع فيديوهات تصل مدتها إلى ساعة كاملة. كما يمكنك أيضا مشاهدة فيديوهات لصناع محتوى آخرين في التطبيق عبر 4 أقسام: قسم بالنسبة لك، والذي يعرض لك فيديوهات مناسبة لك حسب اهتماماتك والمحتوى الذي تبحث عنه في غالب الأحيان، قسم فولوينج الخاص بالفيديوهات التي تتابع حسابات أصحابها، قسم بابيولر الذي يمكنك من مشاهدة الفيديوهات الأكثر شيوعا في التطبيق، وأخيرا كونتينيو واتش الذي يسمح لك بإكمال مشاهدة الفيديوهات التي بدأتها سابقا. التطبيق متاح مجانا على أندرويد وآي أو إس. ثانيا انستغرام لايت، ونبقى مع انستغرام حيث أعلنت خلال الأيام السابقة بدون أي سابق إنذار عن نسخة مخففة عن تطبيقها الأصلي تستهدف فيها أصحاب النت الضعيف والهواتف ذات المواصفات الضعيفة، حيث أن حجم النسخة لا يتجاوز نصف ميجا، في حين أن التطبيق الرسمي من انستغرام يصل حجمه إلى 30 ميجا بايت. التطبيق يأتي مع واجهة بسيطة شبيهة بالتصميم القديم الخاص بانستغرام، كما وجب الذكر أن هذه النسخة لا تحتوي على ميزة الرسائل الخاصة، فإذا كان هاتفك ذو مواصفات ضعيفة وكان هدفك الوحيد من الانستغرام هو تصفح الصور والفيديوهات ومتابعة المشاهير ولست مهتما بالرسائل، فهذه النسخة ستنال إعجابك. حاليا هي متاحة فقط في المكسيك، أي أنك إذا بحثت عنها على سوق بلاي أو أب ستور لن تجدها، أو ستجد عليها عبارة هذا التطبيق غير متاح في بلدك. لكن يمكن لمستخدمي الأندرويد تحميل التطبيق من خارج سوق بلاي بصيغة APK، الرابط تجده أسفل الفيديو. ثالثاً All Football، رغم أن التطبيق قديم إلا أنه مفيد لمتابعي كرة القدم خصوصاً في الفترة الحالية الخاصة بكأس العالم، فمن خلال هذا التطبيق تستطيع معرفة مواقيت كل المباريات مع الخطة المتوقعة الذي سيلعب بها كل فريق، بالإضافة إلى ذلك يمكنك تفعيل الجرس الخاص بكل مباراة، وهكذا ستتوصل بكل صغيرة أو كبيرة حدثت فيها وفي نفس اللحظة على شكل إشعارات، وفي نهاية المباراة يمكنك مشاهدة تقرير كامل خاص بها. يمكنك أيضا مشاهدة الأهداف والأحداث المؤدية لها عبر صور متحركة GIF. التطبيق أيضا يعرض لك مجموعة من الإحصائيات كالأهداف وصناعة الأهداف والتسديدات إلى آخره. ولا ننسى أن نذكر أهم شيء، وهو أن التطبيق يدعم العربية ويمكنك تجربته بالمجان مع مشتريات بداخله على أندرويد وآي أو إس. رابعاً Keep Safe Browser، لا جدال على أنه من المهم جداً استخدام متصفح آمن لتصفح الإنترنت على هاتفك. متصفح Keep Safe من المتصفحات التي تجعل نقطة الأمان والخصوصية من أولوياتها، وذلك يظهر من كثرة الخيارات الموجودة داخله فيما يخص هذا الجانب، حيث يعمل التطبيق على حجب الإعلانات والإضافات الموجودة في المواقع والتي تعمل على تتبع نشاطاتك على الإنترنت. بالإضافة إلى هذا يسمح لك بإقفال المتصفح بكود بن. التطبيق حالياً متاح فقط على أجهزة الأندرويد. خامساً كام تو بلان، وهو شبيه بتطبيق ميجر المدمج بنظام iOS 11 الجديد، فهو يمكنك من قياس الأسطح والمسافات في ثوان فقط عن طريق الكاميرا بالاعتماد على الواقع المعزز. وكما قلنا سابقاً هو تماماً مثل تطبيق ميجر، حيث تستطيع من خلاله قياس أبعاد الأثاث، الجدران، المكاتب، السجادات وإلى آخره. كما يمكنه تصدير كل هذه البيانات على إيميلك بصيغة PNG أو DXF. العيب الوحيد أن التطبيق غير متاح بالمجان، فهو مدفوع على سوق بلاي ب$4 وعلى أب ستور ب$5. انتهينا من عرض التطبيقات، الروابط تجدونها أسفل الفيديو. نلقاكم الأربعاء القادم مع 5 ألعاب مميزة لشهر يوليو. إلى اللقاء. تأتيكم هذه الحلقة برعاية مشروع مليونير العرب. ساهم، شارك واربح العديد من الجوائز النقدية. لمعرفة المزيد اتبع الرابط الموجود في وصف الفيديو.